جينا دابا باش نجلبو الساعه، قال لك راه سالو، هي نورمالمون خصها تبقى 12 ساعه. جينا في الصباح قال لك راه الدنيا راه عامره. انت دابا جينا عاوتاني قال لك لا خصك تجي مع 7 الصباح باش تشد النوبه، وحنا ساكنين هنا اش خطيوات. وبنتي انا بعدا كانت مريضه، يعني مرضات المرضى الاولى برجلها. ها هي وري رجلك اشوف، هاي كانت واخده. وري وري لها مزيانه هذه المعلومات مزيان باش يعرفوا. لا وري رجلك من التحت، وري رجلك من التحت باش يشوفوا هو برجلها الا يشوف. دوري هكا ماشي توري الصباغه جهه اخرى. لا راه شي خدات اكمونطا في الاول وخدات اكمونطا في الثاني، يعني ما يمكنش تخاد جوج مرات. يعني شاف الطبيب الاول والطبيب الثاني، ومن قلنا لهم عطونا ورقه قال لك لا ما يمكنش نعطيك ورقه. ودابا ملي جينا هي المدرسه خرجوها ليا في الصباح، قال لك لا ما يمكنلاش تقرا. دخلت عند استاذه وحده ديال الفرنساويه، ها هي وعلاش ما خلاوش تقرا؟ حيت قال لك لا ما عندهاش هاد الورقه، ما يمكنلاش تكمل. ما يمكنلاش تدخل. ها هي دابا نيت، ها هي هي انت كتشوف فيها ما قارياش. ها هي قدامك، يعني خصها تقرا. هي راه كيدخلوا من 8 ونص كيخرجوا مع 12 ونص، كيخرجوا عاوتاني كيرجعوا مع 2 ونص، كيخرجوا مع 6 ونص. ودابا حنا ردينا ملي تنجلب ليها قال لك لا صافي ما صافي تال كمل سالينا دابا. نورمالمون هما نورمالمون كيقول لكم 12 ساعة. يعني حتى 8 د العشية تقسم. حتى 8 12 ساعة، يعني من 8 حتى 8 راه 12 ساعة. عاد تكمل هي دابا حتى قال لي لا سير حتى الغدا. واجي مع 7 الصباح باش تشد النوبة. يعني هادو هما المشاكل اللي كتعرضوا لهم في هذا. صافي حنا دابا جينا بعدا الصباح قالوا لنا راه باقية. شتيني دابا راه شتيني دخلت وخرجت هيا. غنمشيو حتى الغدا ونجيو، حنا ساكنين هنا اش خطيوات. غادي يرجعوا. هو بالنسبه لك انا لا اش غنقول لك، انا درت الجلبه الاولى درت الجلبه الثانيه وبقات لي الثالثه، زعما الحمد لله ما طرا لي حتى حاجه. يعني ما حسيت لا باعراض ما حسيت حتى بحاجه بصراحه، نورمالمون ما حسيت حتى في حاجه. وداك الشيء علاش انا دابا بنتي الديره ملي ردوا لي في المدرسه، انا ملي كانت كتاخذ ديك الدواء صافي، يعني هي مشات لعندهم وقالوا لها ما يمكنلكش ديريها. تات فوت واحد شحال قالت لك؟ شي 15 يوم. 15 يوم قال لها عاد ترجعي. مني عاوتاني مرضى تعاودوا خذينا الدواء عاوتاني الثاني، مشينا درناها في فين مشينا للنزهه ديال اللنزهه. مني مشينا ديال اللنزهه قالت لنا عاوتاني لا، مشينا جوج مرات قالت لها لا ما يمكنلكش ديريها. عندي وليد دارها، عندي البنت دارتها، داروها مزيانين الحمد لله كلهم مزيانين. يعني انا لا شنو الراي ديال فهاد المبادره هذه اللي دار؟ واش نقول لك الراي ديالي؟ حنا غدا عاوتاني غنعاودوا نرجعوا، هادشي اللي غنقول لك انايا. سمعتي؟ لا بلاتي. غدا ان شاء الله غنرجعوا عاوتاني مع 7 7، قالوا لنا 7 حنا نرجعوا مع 7. واخا انا خدامه في وزاره الصحه، انا خدامه في وزاره الصحه، وانا انا جيت ورجعت. استاذي السلام عليكم ومرحبا بك في قناه الدار. عليكم السلام ورحمه الله. اشنو جيتوا ديروا بالضبط استاذي هنايا في المركز الصحي ديال المحيط؟ اي حنا جينا هذا المركز الصحي ديالنا، الدائره ديالنا خاص بينا. جيت لهنا جبت معايا مدام، حيت مدام ديابيتيك، بغينا نعرفوا واش يمكن لها دير الفاكسان او لا حتى دير لي زاناليز باش تعرف السكر ديالها فين واصل. دابا ملي جينا نسولو قال لك هما تيتكلفوا النيت باش يعبروا لها السكر، الا كان نورمال راه غادير الفاكسان، كان ان نورمال طالع ولا هادي راه حتى تعاود تقاد لها السكر عاد يمكن لها دير الفاكسان. يعني قالوا لك ضروري خص لي زاناليز. ضروري لي زاناليز حتى هادي ضروري، ما يمكنش يديروا لها الفاكسان حتى يعرفوا السكر فين واصل. نعم اسيدي. هادشي بالنسبه للمدام، انت اسيدي درتي الجرعه الاولى والثانيه؟ نعم اسيدي، انا دارت الجرعه الاولى والثانيه، هذه تقريبا 7 شهور ولا. دابا راه حنا ان شاء الله غادي نزيدوا هاد الجرعه الثالثه باش نكونوا على حساب. نعم. وشنو الراي ديال في هاد المبادره هذه اسيدي؟ هي مبادره مزيانه فهمتي، صالح المواطن فهمتيني. لا فيروس هذا خاصنا نعالجوه باي وسيله، والحمد لله الدوله ديالنا وفرت لنا هذا التلقيح وهذا الشيء، ما علينا غير نؤديو الواجب.
بالنسبة للنوع ديال اللقاح درتي سينوفارم أو لا؟ درت أنا سينوفارم. سينوفارم ديال لاسيناشي. درت سينوفارم الحمد لله جيد، ما وقع حتى شي حاجة، عادي إنسان عادي. الوخ السلام عليكم ومرحبا بك في قناة الدار. وعليكم السلام خويا ورحمة الله. شنو ديروا بالضبط لهنا؟ جينا إن شاء الله نديروا أول تلقيح ديالنا هنايا، نطلبوه لنا في الخدمة ديالنا، قالنا ممنوع عليكم تدخلوا الخدمة إلا خاصكم تكونوا دايرين واحد التلقيح. جينا نديروه الحمد لله، جيت مع سبعة ونصنا خديت اللقاح ديالي ناصر الله حطيتهم هنايا، ودابا عاد جاتني النوبة ديالي الحمد لله. من سبعة ونص دابا راه خمسة د العشية. أقسم بالله العلي العظيم من سبعة ونص أختك الكريمة هنا وحق الله. هادشي بالنسبة للجرعة الأولى قلتي لي؟ بالنسبة للجرعة الأولى. وشنو المشاكل بعض المشاكل اللي كتلقاو؟ بعض المشاكل أننا شي ناس جاو مع 11 ولا مع 12 ودخلوا هما داروا الباكسا، حنا خويا اللي مع 7 ونص لقينا الكاخ ديالنا ناسيونال لقيناهم تالفين، عاد لقاوهم لنا. هذا هو المشكل اللي خلانا حنايا مالين 7 و 8، لأن جينا حنا البارح وخلينا الكاخ ناسيونال ولينا ردوا منا ودرنا زعما حنا بحال القائمة الأولى اللي غنجيو، ملي جينا غيسبقونا ولي ما جاو يسبقونا ما لقاوش الكاخ ناسيونال ديالنا، عاد دخلوا تيقلبوا لنا الداخل وداكشي. يعني ما جاو كيقلبوا على الكارت ديالكم ما لقاوهمش. وصافي ملي لقاو مع ديك 12 كان السيستم ناقص. دابا لحد الان دابا حنا دايرين الفاكسان، ومن غنمشيو للخدمه ديالنا ما طلعش لنا بان درنا الفاكسان الاول، ما عندناش شي ضمان حتى يطلع السيستم. قالنا تعينوا مننا 15 يوم ولا 10 يوم يطلع السيستم، عاد يعطيكم بانكم درتوا الفاكسان في النهار الفلان فلاني دقيقه الفلان فلانيه. هذا نورمالمون تخلي دابا نيت شويه باش ديري اللقاح. انا درتو دابا الحمد لله، درتو الحمد لله. واش من رايك في هذه المبادره هذه اللي داروا على هي مبادرة زوينة واللي جاتنا على غفلة بالنسبة لحنا خدامين وعندنا أسرة كنعيلوها وعندنا واحد الدخل خاصنا نعتمدوا عليه، باش أنك تكون كشغيل عادي وتجلس يومين يعني راه كيمشي لك واحد الجزء من الخلصة ديالك، يعني بالمفهوم ديالنا المغربي راك عارف يعني ضررنا أكثر. هادو غتلقاهم أنهم خدامين في سناكات، خدامين في قهاوي، خدامين في أوطيلات، خدامين يعني في واحد الأماكن اللي مثلا الناس كتخرجوا مساكن من مخبات بومالك باش يجيو يديروا الباكسة كيجريو. يعني الناس فهمتي هذا الشيء غير ضروا بزاف. حنا ما بغينا لا قهوه، ما بغينا لا بيسين، ما بغينا الصراحه لا، حنا بغينا غير نكونوا كواجب يعني وطني ديالنا نمارسوا عادي. انا بعدا كأم باغا فهمتي انا اللي كنعاون ولادي، انا اللي كنقري ولادي، يعني انا الدخل ديالي هو اللي ولادي باش كيعيشوا حتى هما. وضررت الحمد لله اليومين، البارح قالنا السيستم خايب نازل واليوم عاوتاني قالنا السيستم نازل، واني بقينا اصرينا حنا هذاك الناس اللي جراو عندنا البارح اصرينا ان كلشي مضر من الخدمه ديالي. بنات مساكن جايين من سلا باش يديروها هنايا، لان في سلا ما توفرش اليوم قال لك يديروها، كاينه غير جونسون وما عرفتش شي جلبه وما بغاو يديروا اكسترازينيكا هنايا. صافي جاو داروها هنايا الحمد لله، عاد مشاو حتى هما. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.